السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحيه طيبه من قناه تكنولوجي، وكذلك تحيه طيبه لكل المتابعين وكذلك المتابعين الجدد. الى كنت اول مره كتشاهد قناه تكنولوجي، ما تنساش تدخل لنا كود لايك، وطبعا تفعل خاصيه الجرس، تعمل لنا كود سبسكرايب او الاشتراك بالقناه باش توصل بكل ما هو جديد. خلونا نبداو الاخوان. اليوم جبنا لكم هذا المنتوج اللي هو رائع جدا طبعا، ومع عباره على سماعات الاذن اخوان، كما سبقت وشرحت في الفيديوهات السابقه كنشرحوا مجموعه من الامور اللي كتعلق باي سماعه اذن او باي جهاز قمنا بالتمرير ديالو على القناه. طبعا كنشرحوا جميع التفاصيل وعن التجربه والعديد من الامور. كما كتلاحظوا الاخوان، اليوم معنا ريونيتيكو الاخوان مود ان جيرماني، شي حاجه الاخوان اللي مزيانه بزاف. وطبعا التجربه الاخوان لا بالنسبه للشحن لا بالنسبه للجوده ديال الصوت اخوان، كما سبقت وشرحت في الفيديوهات السابقه. اذا كانت لديكم بعض التساؤلات حول بعض الاجهزه الالكترونيه، ما تنساوش كتبونا في التعليقات. وكذلك اذا كانت لديكم بعض التساؤلات حول هذا الجهاز هذا، وكذلك الناس اللي مجربه، ما تنساش تكتب لنا الراي ديالها، فهو كيهمنا وكيهم المتابعين الجدد. كما سبق وجاوني بعض التعليقات حول بعض سماعات الاذن الاخرى مثل ام دي سي اخوان، وهناك بعض الامور اللي هي بسيطه جدا، ولكن في المنتوجات غالبا يعني كتضرب بعض العيوب، وطبعا تتكون بعض المميزات. مميزات اخوان فهي كثيره طبعا، وخصوصا بالنسبه لهاد سماعات الاذن اخوان، عن تجربه شي حاجه اللي مزيانه، لا بالنسبه للصوت لا بالنسبه للحشيفات بالشحن والعديد من الامور. كما كتلاحظوا هنا الاخوان، فيعني في الجانب ديال العلبه بعض الكاركتيرستيك او بعض المميزات بالنسبه لهاد الفيرسيو هادي او بالنسبه للسماعات هادو الاخوان، ريونيتيكو الاخوان جيرماني كما كتلاحظوا، الموديل الفيرسيو كذلك ديستونس 10 متر، الاحتفاظ بمده الشحن 50 اور على الاكثر كما كتلاحظوا، يعني البوكس بطاريه 1200 يعني ميل امبير، شي حاجه الاخوان طبعا اللي مزيانه. كما كتلاحظوا بالنسبه للشحن، يمكن لك تشحن غير بالشحن ديال الهاتف 5 فولت دي سي. كما كتلاحظوا الاخوان، هذه بعض المميزات طبعا. خليونا نشوفوا طبعا الشكل ديال هاد سماعه الاذن او ديال يعني الايربود الاخوان على الشكل هذا. طبعا كيجي مع واحد الكابل يو اس بي كما لاحظتوا، وهذه هي الشكل ديال سماعه الاذن الاخوان. كيجي بواحد البواط، يعني بواط اليمونطاسيون او بواط تغذيه بالنسبه لهاد سماعه الاذن الاخوان. وكذلك واحد الطابلو ديجيتال هنا اللي هو رائع جدا، كيعطيك مثلا النسبه ديال الشحن في كل سماعه الاخوان على حده، يعني ليفت ورايت كما كتلاحظوا، وفي الوسط الاخوان كيعطيك كم هي المده يعني او كم هي مشحونه ذلك البواط او ذلك الباور بانك بالنسبه لذلك السماعات الاذن كما كتلاحظوا على الشكل هذا. شي حاجه اللي مزيانه اخوان الشكل ديالها، فهو هذا يعني الشكل ديالها ما كبيرش بزاف وما صغيرش، يعني كيجي في الودن بهذا الشكل اللي هو رائع. خاصيه البصمه كتكون هنايا جات في هذه سماعه الاذن، يعني ما كتبانش، ولكن اخوان كاين في الجانب الاعلى من هذه سماعه الاذن اخوان على الشكل هذا، يعني كضغط واحد الضغطه مطوله او دوبل كليك كما كتلاحظوا، يمكن تجاوب على المكالمه، تمرير يعني تمرير الموسيقى والعديد من الامور اخوان، فقط من من الاعلى ذلك سماعه الاذن. بالنسبه للسماعات الاخرى الاخوان، كيجي واحد المؤشر او واحد العلامه يعني كتحدد لك من الضغط. اما بالنسبه للسماعات الاذن كيبان والو، ولكن الخاصيه ديال البصمه موجوده في الاله. كما كتلاحظوا الاخوان، مش كتعرف شي حاجه مزيانه، يعني الطابع ديال الهيروشيكو مطبوع حتى في سماعات الاذن الاخوان، شي حاجه اللي مزيانه بزاف. الناس اللي مجربه طبعا راه تكملنا التعليقات ديالها او يعني الراي ديالها في هاد سماعات الاذن. الناس اللي مجربه الراي ديالكم كيهمنا، وكذلك كيهم المتابعين الجزء كما قلت في بدايه الفيديو. كما كتلاحظوا الاخوان على الشكل هذا، ليفت ورايت بالنسبه لهاد السماعات هادو الاخوان. بالنسبه للجوده ديال الصوت فهي ممتازه، نقاء الصوت كذلك الاحتفاظ بالشحن كما قلت. كما كتلاحظوا الاخوان، قبل ما نشوف الحاجه الاضافيه اللي موجوده في هاد سماعات الاذن، كما كتلاحظوا المؤشر كذلك ديال المود موجود هنا حتى في السماعات او في الخلف ديال في الدار ديال الباور بانك كما كتلاحظوا. هذا الشكل هذا مود اند جيرماني كما تلاحظوا، ريونيتيكو جيرماني كما كتلاحظوا على الشكل هذا الاخوان. بالنسبه للحاجه الاضافيه اللي قلت، هو الزر ديال الباور او واحد الزر هنا اللي تشغل ذلك الليد الضوئي، وهذا الليد الضوئي اللي هو ممتاز جدا، نحاول نجربوه.
كما كتلاحظوا على الشكل هذا، فواحد الاضاءه يعني اللي قويه جدا، يمكن يعني تحتاجوا في بعض الامور او بعض المسائل حلول، مثلا اثناء حلول الظلام ولا عدم الامور، فالمسائل الشخصيه ولا عدم الامور اخوان. هنا شي حاجه الاضاءه فيها فهاد سماعه الاذن وهي الباور بانك. طبعا كنا كنحلوا هاد القطعه هذه كنلقاو فقط المكان اللي كتشحن هاد السماعات، ولكن حاجه اضافيه هي عباره على باور بانك كذلك، يمكن تشحن من حتى الهاتف ديالك. واخا انا ما كنشجعش طبعا على هاد القضيه هذه، لان يعني كيأثر بشكل شيء او عفوا كيأثر بشكل سلبي على سماعات الاذن اخوان، يعني سماعات الاذن او كيأثر فقط على الباور بانك، يعني ما تبقاش تحفظوها المده اللي اطول بالنسبه للباور بانك باش تقوم بالاعاده ديال الشحن ديال الهاتف ديالك او العديد من الامور، تقوم بالاستعمال ديالها طبعا يعني في الاوقات يعني الصعبه وكتكون يعني بعيد عن المنزل، يعني كتقضي بها يعني في واحد المساله اللي كتكون يعني ما عندكش مثلا في تحل الهاتف ديالك والعديد من الامور اخوان. كما كتلاحظوا هذا هو المؤشر، يعني مثلا كيعطيك فاش تقوم بعمليه الشحن ديال الباور بانك على الشكل هذا. وكاضافه الاخوان وكمعلومه مهمه الاخوان، قبل ما تقوم بالشحن ديال هذا الباور بانك قم بالازاله ديال سماعات الاذن. علاش؟ باش تحتفظ طبعا وتحتفظ على يعني على الباور او الايربود ديالك يبقاو مزيانين، يبقاو المده ديال البطاريه تقضي فيهم واحد المده اللي هي مزيانه حتى تقوم بالعمليه ديال الشحن ديال الباور بانك ديالك. قم بالاسترجاع ديال الايربود الاخوان على الشكل هذا، وقم بالشحن ديالهم بشكل عادي. طبعا هنا كتحتفظ على يعني كتحتفظ على الايربود ديالك على البطاريه ديالهم كيبقاو مزيانين الاخوان على الشكل هذا. كما كتلاحظوا الاخوان، ثاني تجربه نقوم بالتجربه ديال الباور بانك، شوفوا واش كتشحن هذا الهاتف هذا الاخوان، ولا غير جات هنا غير بحال هكاك وصافي الاخوان. نقوم بالتجربه ديالها، نحتاج هذا الكابل يو اس بي طبعا، كما قلت كيجيو معهم الكابل يو اس بي طبعا. بعد السماعات الاخرى الاخوان كانوا كيجيو فيهم بعض القطع اللي كتقوم بالاستبدال ديالهم، القطع اللي كيجيو في الاذن يعني كيكونوا مريحين جدا، وكان سماعات الاذن الاخوان ما يحتاجوش طبعا، كيجيو مزيانين في الاذن وكذلك مريحين حتى بالنسبه للجوده ديال الصوت والنقاء ديال الصوت العديد من الاشياء. كما كتلاحظوا هنا الاخوان المؤشر ديال يعني ديال عمليه الشحن فهو موجود طبعا، كما كتلاحظوا يعني يمكن يعني تشحن منه حتى الهاتف ديالك. يعني كما قلت انا ما كنتشجعش على هذه القضيه هذه نظرا لبعض الامور، ولكن الاخوان عند الحاجه يعني وعند شي حاجه ضروريه اخوان غتقوم بالشحن ديال الهاتف ديالك، يعني بحال هكا يعني كتاثر بشكل سلبي على البطاريه الداخليه ديال الباور بانك. انا ما كنتشجعش على هذه القضيه، ولكن الاخوان جات كميزه اضافيه بالنسبه لسماعات الاذن، شي حاجه اللي مزيانه طبعا. كما كتلاحظوا الاخوان هذو هما سماعات الاذن، هذا هو الشكل ديالهم، يعني شي حاجه اللي مزيانه النقاء ديال الصوت عادي ما امور. بالنسبه للناس اللي كتبغي شويه الصوت يكون زايد الاخوان، هنا كيأثر بشكل سلبي على الاذن، وكذلك الاخوان كان يعني كيعطيك واحد المؤشر، يعني مثلا الهاتف ما تقومش بالتجاوز ديال واحد يعني واحد العتبه ديال الصوت يا اخوان، باش تحتفظ مثلا حتى الاذن ديالك يعني تكون مزيانه ولا هذه مع الامور اخوان. والسلام ورحمه الله وبركاته. إن